الأسواق لا تتوفر تجمعات شبه الرحال على تجار مقيمين يمكن اقتناء الحاجيات منهم في أي لحظة، أو إمدادهم بمنتوج الأرض أو تربية الماشية أو الصناعة. تتم عملية اقتناء المؤن وكل الصفقات في الأسواق التي تعقد بانتظام مرة في الأسبوع في يوم ومكان ثابتين. تغير كل الأسواق بشكل دوري أماكنها باستثناء تلك التي تقع داخل القرى، وذلك لأن الرواج التجاري قد يعتمد على هذا المكان أو ذاك. كان المركزان التجاريان الأساسيان المنتظمان في عهد القائد موحى وحمو هما سوق خنيفرة وسيدي حسين. إن قرار إنشاء سوق أو إلغائه يعود للقواد الأساسيين، ويعتبر السوق بالنسبة لشبه الرحل مكان الالتقاء، حيث يوفر لهم الحاجيات الضرورية موضوع انشغالاتهم اليومية، ففيه تتم كل صفقاتهم، وفيه يتحرون عن الرواج التجاري، وفيه تنتشر كل الأخبار وتلتقي فيها. ففيه أيضا يتم الإعلان عن الأعمال التي تهم الجماعة كأداء مناسك الحج والمشاريع الحربية وفترة الانتجاع وإبرام المعاهدات ونقدها إلى آخره. كما يجري فيه النقاش الخاص بالقضايا المرتبطة بمصالح العشيرة والقبيلة، ويوضع السوق تحت حماية أمغار المشرف على المنطقة، كما يقع تحت حمايته كل شخص يؤوم السوق أو يعود إليه، وذلك في كافة مجاله الترابي، وهو مكلف أيضا دون غيره بحراسة السوق وأمنه الداخلي. ينبغي على كل من اعتبر مسؤولا عن زوال السوق أن يضحي بعجل يقدمه الأمغار كغرامة على ما اقترفه. لا تترتب عن زوال السوق أدنى تعويضات عن الأضرار المادية الناتجة. إن اتخاذ مكان ما داخل السوق يكون مجانيا، وأصحاب الحوانيت وتجار الحبوب هم وحدهم الملزمون بتأدية رسوم هزيلة تتمثل عادة في قيمة قرش عن كل حانوت أو حفنة من الحبوب عن كل كمية محددة تسلم لصاحب أمغار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.